مليئة بالسواد. يعني كانت حبيسة ضمن البيت، يعني ما كان في حياة، خصوصا الحياة الاجتماعية كانت عايشتها خوف ورعب، يعني خوف على زوجها على ابنها. يعني هاي المرأة هاي حياتها بس. لكن صار مرحلة انتقالية بحياة المرأة النرويجية بعد ما تحررت من يعني إرهاب داعش. المرأة صار فرصة للحياة، هي الأم يعني بتعيش بالبيت، هي المربية يعني، مع إنه هي يعني هي هذا دورها الأساسي ضمن المجتمع، لكن كمان لها دور بالعمل إنه تطور. فإنه المرأة بتقدر تتجاوز وتتخطى هاي الصعوبات، يعني كانت عايشة ضمن نطاق معين ضمن عادات وتقاليد المجتمع، هي مرتبطة بهاي العادات والتقاليد وما بتقدر تتجاوزها. فهي الخطوة أو المبادرة من المرأة إنه نكون ضمن مجلس المرأة، فهي اعتبرناها خطوة إيجابية بتاريخ المرأة ضمن المنبج وبداية انطلاقة لها. فيعني كان في صعوبات واجهتنا بالبداية، المجتمع ما تقبل إنه المرأة تطلع عن إطار العائلة وإطار الأسرة وتروح للعمل، لكن كان عنا هذا الإصرار. ومثل ما اشتغلنا كل الرفيقات ايد وحدة، في البداية كان عملنا يعني حطينا خطة عمل لمجلس المرأة انه نزور البيوت ضمن المنبج بيت بيت ونتعرف على النساء، كوننا نحن whatever they comes up whatever kind of topics come up in the institutions of the women, and she is taking care that the women also can go into work, can find work, so whatever comes up or whoever is coming, she's going to be just a rizgar girene division of us and yani